بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادة حارب، معكم قسم السنة الرابعة مدرسة أمل، مجمع أمل المستقبل. إذن الدرس تاع اليوم ما يخص الرياضيات، أنا درس في الرياضيات، الموضوع تاعو العلاقات الحسابية بين الأعداد. ماذا نقصد بهذا؟ سنكتشف. اكتشفوا ايش اشترت، اشترت سارة علبة شوكولاتة ذات 24 قطعة، أرادت تقسيمها مع أخويها بالتساوي. أخويها بالتساوي، كم قطعة سيأخذ كل واحد من الإخوة؟ إذا هذه علبة تحتوي على 24 قطعة، هذه العلبة ستقسم على الإخوة ومعهم بالطبع سارة. عدد الإخوة هما ثلاثة، هم ثلاثة، كم يأخذ كل واحد؟ بالطبع كم يأخذ؟ نحن سنقسم، وسنقسم هذه العلبة على ثلاث إخوة، كم يأخذ كل واحد؟ إذن سنقسم 24 على ثلاثة. إذن بالتساوي، ماذا نقصد بالتساوي؟ أن الباقي يكون صفر. 24 قسمة 3 تعطيني 8، إذن 8 في 3 24، الباقي صفر. إذن يأخذ كل واحد من الإخوة 8 قطعة أو 8 قطع. إذن بالنسبة، احنا شفنا العدد 8، راح نشوفوا بلي هذا العدد له علاقة بكسر. ماذا نقصد بالكسر؟ أي أن العدد 8 هو ثلث العدد الكلي للعلبة، هو ثلث العدد الكلي للعلبة. 8 بالنسبة ليمثل الثلث، قسمناها على 3، إذن العدد 8 هو ثلث، أي كل واحد يأخذ ثلث العلبة، ثلث العلبة، ثلث قطعة علبة شوكولاتة من العلبة. ونسمي الثلث 1/3 كسرا، نسمي 1/3 كسرا. هذه البداية. هل نلاحظ العلاقة الموجودة بين الأعداد؟ 8 اللي هي ثلث عدد القطع الذي أخذها كل واحد من الإخوة. إذن ثلث يعني 1/3. راح نتعلموا حاجة، ماذا نقصد لإيجاد الضعف؟ الضعف هو عدد مضرب العدد في 2، ثلاث أمثال العدد. ماذا نقصد بثلاث أمثال العدد؟ أي نضرب العدد في 3. ماذا نقصد بأربعة أمثال عدد؟ نضرب العدد في 4. هذه الإيجاد، راح نشوفوا العلاقة بين وش معنى نقصد بثلاث أمثال، أربعة أمثال عدد، ضعف العدد. هنا لها علاقة بالضرب. الآن النصف، الثلث، الربع، هذه كلها لها علاقة بالقسمة وتكتب على شكل كسر. نصف عدد نقسم العدد على 2، ثلث العدد نقسم العدد على 3، ربع العدد نقسم العدد على 3، ويكتب النصف والثلث على شكل ماذا؟ على شكل كسر. أعيد تطبيق. أكمل حسب الشريط بكتابة الكلمات الآتية وبالكسر. لدينا النصف، ثلثان، ربع، ثلاث أرباع، وبالكسر كذلك. إذن لاحظ هذا الشل، هذه الأشرطة، الشريط الأول، الشريط الثاني، الشريط الثالث، والشريط الرابع. وظف فيها الكلمات هذه، النصف، الثلثان، الربع، ثلاث أرباع، بالحروف وبالقصور. ننتقل للإنجاز التالي، وهو
انجز التمرين الاول والثاني والثالث صفحه 61 من كراس النشاطات في الرياضيات.